انا عنايا ليك والله، بس نفسي من عيني ما حدش يعايرني مع عيلات مش كل حد يعايرك. ايه يا عم السيد، ربنا يديك الصحه. ما كنتش هي مهما حصل ما ينفعش حد يقبل ان انت تقعد القعده دي. الله يخليك. يا عم السيد، طب انت بتعمل ايه دلوقتي؟ اتفضل يا بابا. بقالك اكتر من 5 دقايق عمال يا باشا. عشان تعرف تنام؟ عشان انام. انام كويس. نام كويس. انت بتنضف بس مكانك عشان تنام. ايوه طبعا. طب يا عم السيد. اتفضل يا بابا. ايه حكاية رجلك اللي اتكسرت دي ولبسك اللي انت ما غيرتوش؟ اللبس اللي انا ما غيرتوش دوه على اهلي انا. بقالك 10 سنين ما غيرتش لبسك ده؟ بقالي دلوقتي 12 سنة. 12 سنة ما غيرتش لبسك؟ ما غيرته أبدا. أنت أبداً. مكسوف تبص لي يا عم السيد؟ لا مش مكسوف، أصل أنا زعلان عشان الحبايب والأخوات وأهلي. يعني صعبان على أهلك وزعلان إن هم راميينك في الشارع؟ أنا زعلان ومش زعلان. الحبايب والخلان والاحبه اللي احنا بنحبها وبنعيش معاها هي دي اهلي انا. نفسك تشوف ولادك يا عم سيد؟ نفسي اشوف ولادي يكونوا كبار. نفسي من عيني ما حدش يعايرني مع عيلات مش كل. حد يعايرك؟ ايه يا عم السيد، ربنا يديك الصحه. ما كنتش هي. مهما حصل ما حد ما ينفعش حد يقبل ان انت تقعد القعده دي. احنا كلنا اولادك. الله يخليك يا بابا. ان خد عليك ان كان عندك، خد منديل اهو. حاضر. ان كان عندك 10 اولاد وتخلى عنك، احنا كلنا اولاد. حاضر يا بابا، احنا من ناس بركه الله. انتوا حبايبنا، لا يمكن نتخلى عنكم عشان انتوا اهلنا. شباب كده ماشي يا بابا. انتوا ايه؟ انتوا اهلنا احنا. الناس ترجع ورا بعد اذن. الناس ترجع ورا. انتوا اهلنا احنا. مين ولادك يعني؟ مين اكتر ولد من ولادك او ابن من وحشينا؟ عندي حماده وعندي سيد وعندي عاطف وعندي نجيب وعندي محفوظ وعندي خليل. انت لسه فاكرهم؟ الحمد لله تمام. تمام يا بابا. ربنا يدومك يدوم المعروف. طب يعني والمحبة. انت لما جيت قعدت في الشارع كنت بتتحرك الاول يا عم السيد؟ كنت بتحرك بس عجبت. حب البتاع ده هتتحرك. خد اشرب. اشربه. لا اشربه. مش هرميه، هجيب لك واحد غيره. ماشي يا بابا. كل سنه وانت طيب. وانت بصحه وسلامه. بشوفك كده خير وسعاده. خير بقى حلو. لا ايدك وحشه يا عم، ايدك مش نظيفه يا عم السيد. حاضر. ماشي يا بابا. استنى بس هنغسله. عينيا. ماشي يا بابا. كل عام وانت بخير واشوفك يعني مبسوط. يعني انت لسه فاكر ولادك يا عم السيد ومفيش حد من ولادك فاكرك؟ لا لا، العيال لو فاكره، الشباب لو فاكر، لا مؤاخذه، الاولاد ينسوني. انت نفسك في مكان تقعد فيه؟ يا اخي استنى يا اخي. اتفضل. مين؟ عشان خاطري. حاضر. استنيه. يعني انت نفسك في مكان تقعد فيه؟ نفسك في ايه تاني؟ ونفسي ما اكونش انا لما اخده متجوز. ايه؟ ما اكونش متجوز. يعني لو رجع بيك الزمن مش هتتجوز؟ لا. مش هتخلف ولاد؟ لا 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 خلاص. انا كده حبيت كده وحبيت ان انا اتفاهم بالعقل. احنا سلام. اللهم صل على المصطفى نبي الرسالة يا عيني عليه السلام. يا سلام يا حلو،
أيامك حلوة، أيامك مش وحشة، وحياتنا بينا محمد، صلوا عليه وسلم.